هو المسؤول او هو اللي معاه كل حاجه في الداتا كلها، مظبوط؟ يعني احنا بنعتمد على الاشخاص، بس حضرتك ابشرك او بحاجه، المحبين. اتفضل. اتحاد الكره ما عندوش ورقه واحده فيها رقم واحد موثق. تاني بص، دي ورقه انا كتبتها كده من وحي مخي كده قبل الوقت، فيها مسجل اهم الارقام اللي هي حدثت في تاريخ الكره المصريه. تاني، اتحاد الكره ليس لديه ورقه واحده موثقه لاي شيء. يعني عشان تعرف مثلا الخطيب لعب كام مباراه، انا بكلمك على ايكونز، الشاذلي لعب كام مباراه، مفيش الكلام ده خالص. ده جاب كام هدف، ده جاب كام هدف، كام هدف جم في الدوري حتى الان، الكلام ده غير موجود بالمره، ولا ورقه واحده في اتحاد الكوره. طب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. كتير من الناس، حضرتك ممكن تكون منهم او انا اكون منهم او حد ممكن غيرنا يكون من اللي هقوله ده، بيفرح قوي قوي بتاريخ معين عمله او بحاجه او انجاز عمله او بلقطه او مش او صوره مع حد مهم او مظبوط. صوره مع قياده سياسيه او قياده عسكريه او قياده او نجم كوره او نجم فني، فاهمني حضرتك؟ فبتبقى بالنسبه له تراث شديد جدا، ممكن يموت ويعدي عليه زمن بعد موته واحفاده يفتخروا بيها. انت مظبوط. لو جيت النهارده تتكلم على حد زي كابتن حسن الشاذلي مثلا، ممكن يكون ولاده او احفاده عايزين ورقه ان فلان الفلاني هو صاحب اكبر او صاحب الانجاز بعدد معين من الاهداف في تاريخ الكره المصريه مثلا، او فلان اكبر لاعب شارك في بطوله الدوري العام موسم كذا، او اكبر اكتر لاعب حصل على بطوله الدوري، او مش شرط النادي بتاعك هو اللي اداها لك على فكره. انت مظبوط. فاهمني حاجه نقصد ايه؟ يعني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا في كتير جدا من الاوقات، وخصوصا لما يتقدم بك الزمن يعني شويه، يعني تبقى بتبقى عايز اركايف، عايز لنفسك كده ذكريات، تسجل. تحس ان انت عملت حاجه. مظبوط ولا لا؟ مظبوط على مظبوط. العموم هنتكلم في الحاجات ديت مع كابتن او دكتور طارق الادور بعد الفاصل اللي جاي، وظواهر الدوري الممتاز موسم 2018 2019 الجديد، لكن الظواهر دي كانت قديمه، مع دكتور طارق الادور بعد ظواهر الدوري الممتاز وارقام خاص بها النادي الاهلي، وارقام كتير حققها النادي الاهلي، وارقام طبعا اتحققت في الدوري الممتاز بشكل عام.